يا عمدة. طيب نسمع الناس الأول وبعدين نبقى نسمع أسئلتي. مها ماشي. من القاهرة، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حبيبتي. إيه، انا بنتي في اولى ثانوي منازل. إيه بس كنت بسأل نظام التابلت، هل هتاخد تابلت؟ إيه بالنسبة للامتحانات اللي سيادة الدكتور قال مرتين في الترم، طب ده برضه هيتطبق عليها؟ طيب بالنسبة للتابلت يا طيب. فندم، لا هي طبعا بتمتحن في البيت وبتذاكر في البيت عشان هي منازل، فهي مش هتحصل على التابلت. بالنسبة لأسلوب الامتحانات تم شرحه زي ما قلت لحضرتك في بيان كامل، عشان هو في تفاصيل كتير. يعني احكي لك مبدئيا، لا هيبقى في مكان بحضرتك بتروح فيه المدرسة بتمتحن امتحانات نفس الامتحانات بتاعة الطلاب العاديين، ولكن بتبقى على ورقة أو من خلال استخدام الكمبيوتر في مركز مجمع في الإدارة التعليمية اللي تابع ليها المدرسة اللي هي متأيدة عليها. في تفاصيل كتير، ممكن حاجة بس تخش على موقع رسمي الوزاره هتلاقي كل تفصيله لكل اداره لكل حاجه. ولكن لو حاجه تسالها اسئله معينه، لا مش تحصل على دبل، والامتحانات هتبقى في مراكز مجمعه للمنازل كلها. طيب مدام مها، هو يعني التواصل ما بين المواطن والوزاره بقى في منتهى السهوله دلوقتي على فكره، يعني مش صعب زي ما حضرتك متخيله. فحضرتك زي ما الاستاذ احمد بيقول حضرتك ممكن تدخلي على الموقع، ولو سمحتي طبعينا كمان على الصفحه لو في اي حاجه حضرتك عايزه طيب تستفسري اوكي، عنها. ممكن بس حضرتك تكتبي لنا الموقع ندخل عليه ازاي ونكتبه؟ حالا طيب. فريق اعداد المحترم هيحط الحاجه دلوقتي، هيبقى محطوط على الشاشه. شكرا لحضرتك وجزاك الله كل خير. حالا حالا حالا، شكرا حبيبتي. طيب في احد السادة نقطة المقيمين مهمة جدا، ما بس اتفضل. اي حاجة الناس عايزاها عن وزارة التربية والتعليم تتواصل معايا، مفيش مشكلة خالص، تتواصل مع حضرتك. بس في الموقع الرسمي للوزارة، في الصفحة الرسمية للفيسبوك للمستخدمين الفيسبوك، نقولها نقول كل ده هتلاقيه حالا دلوقتي. الفريق اللي كمان معايا هيحط الحاجة دلوقتي كله على الشاشة الناس تعرفه. تمام. في الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي كل يوم، انا عارفه بس ده بمنع بيه الدخول في الصفحات المزيفه والدخول في الشاتنج اللي حاصل على وسائل التواصل الاجتماعي اللي ملوش اي علاقه بمعلومات بتنشرها وزاره التربيه والتعليم. فانا بحاول بس اخلي المصادر هي المصادر الرسميه اللي احنا بنتكلم فيها، سواء الموقع الرسمي للوزاره او الصفحه الرسميه لوزاره التربيه والتعليم او الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي، دول كلهم هيبقوا موجودين عندك حالا. تمام. ارجو طيب ان الموقع واسم الصفحه ينزلوا يا جماعه بعد اذنكم. وفي ناس كتير جدا بتشيد